السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ لو سمحت بس في قصيدة الأمير أمير المشرشر، سمحت بها؟ تفضل. أمير المشرشرة معنا بوجه لا تمل عنا، إن شئت فناظرنا وإن شئت فقاطعنا، فإنا لسنا نخشاك وإن كان السبب منا، وراء الكلب لا نركض وإن كنت تأمرنا، فأنت لست برجل وليد هكذا علمنا، عن الذات تكلمنا وبالجهل تنعتنا، فهل اخترت موضوعا يلائم سيدا فطنا، ولكن لنا حكمة بلغت عموم الإنس والجن، شبيه الشيء منجذب إلى أقرانه علنا، وأقران وليد المشرشرة هم أبناء المتعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي والله العظيم، أي والله.